كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار الهامة التي حدثت بالأمس، أبرزها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل متياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال اللقاء أشاد السيد الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030. أيضا بالأمس تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا. كمان سيادة الرئيس تلقى اتصالا من نظيره القبرصي، وأخبار تانية كتير هنتابعها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال اللقاء أشاد سيادة الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. خلال اللقاء أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعد وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع للمنطقة برمتها. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وده في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر لحدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. واستعرض سيادة الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وأيضاً فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان. تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وأكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. وشدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وأيضاً إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور بندكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، وده على هامش فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثالثة. وأكد رئيس الوزراء على ما تولي الدولة المصرية من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشو دي فو رئيس مجلس إدارة شركة تيدا وعدد من مسؤولي الشركة، وأشار رئيس الوزراء لتطلع مصر لقيام شركة تيدا بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع ليها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم في تأثير المعاملات المالية اللازمة للمشروعات الجاري تنفيذها. أيضاً التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سونغ يو المدير التنفيذي لشركة يونايتد إنرجي، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء لأهمية الإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد وتصدير الفائض للخارج.
وبالنسبة لأخبار المحافظات، فأسوان تم إلغاء احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بسبب أحداث غزة، وفي بني سويف تم إنشاء وحدة للأشعة المقطعية بمستشفى الصدر بتكلفة 10 مليون جنيه. كمان امبارح في محافظة الغربية تم تدشين معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة. أما في محافظة الإسماعيلية فتم افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بإحدى قرى حياة كريمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن محافظات الجمهورية المختلفة من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان تم إلغاء احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان لهذا العام تضامناً مع أحداث غزة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تقديم دعم مالي لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة والنهوض بمستوى أسرهم بقيمة 9.2 مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. في بني سويف شهد مستشفى الصدر إنشاء وحدة الأشعة المقطعية اللي تكلف إنشائها 10 مليون جنيه وتعتبر إضافة جديدة لدعم الخدمة الصحية اللي بتقدمها المستشفى. في الشرقية أكدت المحافظة إن عدد المشروعات المنفذة خلال العشر سنوات الماضية بالمحافظة حوالي 2918 مشروع بتكلفة وصلت ل 50 مليار و 500 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ المشروع القومي العملاق حياة كريمة. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على قرى مدينتي حلايب وشلاتين، وتستغرق فيها يومين وتستكمل القوافل العلاجية أعمالها في الغردقة ثم تتجه لمدينة مرسى علم وقراها. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى مركز كفر الزيات، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. في الإسماعيلية شهدت المحافظة افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده بيأتي تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 500 متر مربع، وبيتكون المبنى من طابقين، كما يضم المشروع مركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري ومركز لتجميع الألبان. في الأقصر حلقت رحلات البالون الطائر بالبر الغربي بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وحلق أكثر من 1650 سائح من حول العالم على متن حوالي 55 رحلة بالون وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.